إسرائيل تتغير طبعا بطريقة سريعة، وإسرائيل اختارت قبل سنوات عديدة أن تميل إلى الجانب الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وذلك وضعها في صراع مع الإدارة الديمقراطية وفي خلاف معها. وأيضا هذا التغيير السياسي في إسرائيل سيصعب ويعقد العلاقة أكثر. هذه العلاقة ستبقى وثيقة نعم، ولكن ستكون هناك ربما متقاربة بطريقة مختلفة عن العقود الماضية. إذن أنا أرى بأن التغييرات التي تحدث اليوم في العلاقات الأمريكية مع إسرائيل والسعودية، ولكن هذا لأن إسرائيل والسعودية قد تغيرتا كما أن مصالح الولايات المتحدة تتغير.